هاي بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات. بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. تعالي. هاي. هاي. أبوك بيشتغل إيه يا دبور؟ حرامي. حرام؟ سرق إيه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعة. عندكم مزرعة؟ سجن المزرعة، واخد 15 سنة. أمال أنت بتصرف من إيه؟ فلوس أبويا. أنت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. أمال أنت بابا بيشتغل إيه؟ ده الشريك أنكل بابا هيثم. أه معاه في المزرعة. أه. وأنت أبوك بيشتغل إيه؟ أنت كده. فلة. أبوك بيشتغل إيه؟ فلة. قلقتنا عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضرة، ممكن مفتاح عربية؟ هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الأخرى. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ بص الواوا. اتفضل اطلع بره. بره. بس كنت هايل. بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا. الساعة 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن.
عندي امتحان يوم الحد شافوي، مش فاهم ولا كلمة من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكلي وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا نور طريقك يا باشا. وساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف، حتى اسم المادة مش عارف اقراه. هو اسم المادة كده كلمة مقلبزة وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص بالتيفيزيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحي بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. دكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، فرصة سعيدة. اهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. اهلا وسهلا. انا ما احبش قعدة المكاتب اصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. تفضل حضرتك هنا. تفضل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا 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 باستاذنا الكبير. اهلا وسهلا. طفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. تسمح لي بايدك؟ تسمح لي اقبل يداك؟ أنا دائما أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك $800. $800؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي 800؟ الله سعيد. عندك أولاد؟ أربعة. أربعة و $800؟ تشرب شاي الياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmad Morgan. Excellent! Bravo! Dismissed! دكتور اسماعيل، انا متاكده ان النتيجه فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. انت بتشككي في ايه يا دكتوره جيهان؟ عمليه التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقه والشفافيه. الراجل ذاكر واجتهد، وانا امتحنته بنفسي، ومش انا لوحدي بس، في استاذين غيري امتحنوه وادوله نفس التقدير. انا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتوره جيهان، النتيجه طلعت واعتمدت خلاص، وارجو ان الخلاف السياسي اللي بينك وبين الاستاذ مورجان ايام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. تكوني لي في خبيركم. مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية، وحضرتك صاعد في مادة، وأبوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا، أنا ما كنتش مركز الفترة اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش أجاوب. وش معنى أنا؟ ما أنا مرخوم في 60 حاجة، خايبين وساقطين، قولوا لي أجيب لكم درس خصوصي أشرح لكم أنا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه. وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه بتدي 10% اعمال سنه، وانا ما اسيبش فتفوته تعدي مني ولا درجه واحده قد كده. ابو تعالى اتفرج.